السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناة نور شانيل للوصفات. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم سوف أتحدث عن مكون رخيص الثمن، رخيص جدا، متوفر يمكن في أغلب البيوت، متوفر في جميع المحلات التجارية الصغرى والكبرى، متوفر عند العطارين، يعني يستعمل كنكهة للحلويات، يستعمل في العديد من الأشياء. لكن ما تجهله الناس هو أن أولا دعوني أعرفكم عليه كما هو موضح في هنا في الشاشة، هو ماء الزهر. ماء الزهر هذا ماء مقطر من الليمون أو مستخرج من زهر الليمون. ماء الزهر ما يجهله الناس كما قلت هو فوائده الكثيرة والكثيرة جدا 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 للصحة وللجمال، سواء يعني استعماله خارجيا أو استعماله داخليا عن طريق الشرب. بالفعل فوائده رائعة جدا جدا، ولكي لا أطول عليكم في الفيديو جميع الفوائد أضعها أسفل في صندوق الوصف كما عودتكم أعزائي المشاهدين. دائما أعيد نفس الجملة لأن هناك مشاركين جدد، هناك أناس جدد تشاهد قناتي لأول مرة، فمرحبا بكم. إذا كما قلت أو كما مبين هنا في العنوان، ماء الزهر كانوا يستعملونه الناس قديما للهضم، يعني يقوم بهضم الطعام بشكل جيد جدا. من كان يعاني من المعدة كما نعلم أن قديما لم يكن أو خصوصا في البوادي لم يكن الطب منتشر بكثرة، لم تكن الأدوية منتشرة بكثرة. فأنا بنت البادية وتعلمت الكثير من جدتي، الكثير كثير من الأشياء، وإذا رجعتم أو رأيتم قناتي سوف ترون أن معظم الوصفات التي أقدمها هي من قديم الزمان والتي كانوا يستعملونها الجدات قديما، ولذلك هم بصحة جيدة لحد الآن. إذن سوف أشارك معكم كما قلت ماء الزهر لتخسيس البطن. هو يعالج الغازات بالبطن، الانتفاخات بدون سبب، يعالج أيضا حموضة المعدة التي تعطي بدورها رائحة كريهة في الفم. بالفعل فوائده رائعة كما قلت، سوف أتركها أسفل في صندوق الوصف. إذن عن طريقة استعمالي، سوف نقوم بإضافة تقريبا ملعقتين من ماء الزهر في لتر من الماء. سوف أقوم بإضافة ملعقتين من ماء الزهر كبيرتين في لتر من الماء، وسوف أقوم بشربه طول اليوم، يعني كأني أشرب الماء العادي جدا. وأريد أن أذكر بأن الجسم يحتاج منا إلى لترين من الماء يوميا بما يعادل 8 أكواب في اليوم. إذن بدل أن نشرب الماء لوحده نقوم بإضافة ملعقتين كبيرتين من ماء الزهر على لتر من الماء ونقوم بشربه عادي جدا. أولا سوف تتغير نكهته، الكثير منا لا يحب شرب الماء، يعني شرب الماء بدون نكهة. هناك من يضيف الليمون، هناك من يضيف الكثير من الأشياء. إذن سوف نضيف ماء الزهر. أولا رائحته جميلة جدا، مذاقه بالنسبة لي شخصيا أعشق مذاقه. بالنسبة لي كما قلت يخفف البطن، إن شاء الله سوف يخلصك إذا كانت بطنك منتفخة بالغازات، لديك مشاكل سوف يخلصك منها. طبعا كما قلت شرب الماء على دفعات طوال اليوم، قبل الأكل بعد الأكل، هو رائع جدا جدا، المهم طوال اليوم. وأنصح بشرب الماء دائما قبل الأكل بنصف ساعة بساعة، فهو يساعد جدا خصوصا على الريق. إذن كان هذا هو فيديو اليوم، فيديو بسيط جدا، معلومة صغيرة أردت أن أشاركها معكم، صغيرة جدا، معلومة صغيرة لكن فوائدها كبيرة. أعتذر عن لغتي العربية، لكن دائما أقول أنني أتحدث هكذا لكي يفهمني الجميع. إذا كان أي سؤال أتركه أسفل في التعليقات سوف أجيب عنه في الحين. كان هذا هو فيديو اليوم، لا تنسوا الاشتراك ومشاركة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يعلم غيرك أن تعلم أحبابك وأصدقائك بهذه الحيلة الصغيرة والقديمة جدا. كان هذا هو فيديو اليوم وإلى اللقاء.